عادت السيد طارق بن محمود. بعد إشهاره في سبتمبر من العام الماضي، ها هو نادي دماء الطائيين يحتفي بتدشين شعاره والكشف عن هويته الجديدة. دلالات رمزية جسدها هذا الشعار تمثلت في تاريخ الولاية وطبيعتها الجغرافية. يأتي هذا الشعار طبعا كهوية رمزية يفتخر بها أبناء ولاية دماء الطائيين عامة، ونحن كمجلس إدارة النادي والفرق الرياضية خاصة. طبعا جاء هذه اليوم من تدشين شعار نادي دماء الطائيين، وهو الاحتفال بمسابقة إبداعات ثقافية، وجاء تكريم الفائزين من إبداعات ثقافية بالمركز الأول على مستوى النادي، وكان عدد المشاركين بلغ 130 مشارك. استلهمت فكرة هذا الشعار من طبيعة الولاية وتاريخها العريق، فقد وظفت عدة دلائل منها اللي هي الحصون والقلاع المنتشرة في ربوع الولاية. كما تعلمون شعار الولاية نخلة النغال، فقد وظفت جزئية معينة من النخلة اللي هي الزور والخوص. كما تم خلال حفل التدشين تكريم الفائزين في مسابقة إبداعات ثقافية في مجالاتها الفنية والثقافية والمواهب المختلفة. المشاركة في مسابقة عمانيات المسابقة الثقافية، لقد استفدت في هذه المسابقة الكثير وتعرفت على معلومات عن عمان من الكثير والكثير. الحمد لله شاركنا في إبداعات ثقافية بعنوان عمانيات في المسابقة الثقافية، حصلنا على المركز الأول ولله الحمد. كانت لنا الأسئلة الحمد لله سهلة وزينة ومناسبة. أضافت إلي هذه المشاركة الكثير من المعلومات، حيث تعرفت على الكثير من المناطق في سلطنة عمان، وتعرفت على الكثير من المعلومات والطيور الطيور بشكل عام. سويت الحمد لله رب العالمين فيلم عن حصن حمام، وتأهلت إلى المركز الثالث وعقبهم المشاركين الحمد لله، وهذا الفيديو يتكلم عن الثقافة العمانية عن الحصن. حفل التدشين اشتمل على كلمة وقصائد شعرية وأناشيد معبرة وفني الرزحة والعازي. ندعوك تلهمنا الصبر والملك لله يدور. احتفاء بهذه المناسبة تم تكريم الفرق الرياضية في ولاية دماء والطائيين نظير مساهمتها في المجالات الاجتماعية والثقافية والرياضية. أحمد بن محمد المعمري من ولاية دماء والطائيين محافظة شمال الشرقية.